جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض مستمعة تسأل وتقول: فاعل، ما حكم دفع الزكاة لشخص مديون ولكنه يستطيع قضاء دينه؟ وإذا كان لا يجوز، هل إذا أخذها هذا الشخص وهو جاهل للحكم يكون آثما؟ وهل يترتب عليه أن يعيد تلك النقود التي هي الزكاة؟ أم كيف تنصحونه؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة إنما شرعها الله للفقراء والمساكين وبقية المصارف الثمانية المذكورة في الآية. فإذا كان هذا المدين معسرا ومطالب بالدين وليس عنده سداد، فإنه يساعد ويعان من الزكاة لوفاء دينه، لأن هذا يكون من الغارمين، لأنه يكون من الغارمين، والغارمون أحد مصارف الزكاة، سواء الغارم لنفسه أو الغارم لإصلاح ذات البين. أما إذا كان هذا المدين موسرا وقادرا على سداد الدين، فإنه لا يجوز له أخذ الزكاة ولا يجوز دفعها إليه. وإن كان أخذ شيئا منها فعليه أن يرده إلى صاحبه ليعطيه من هو محتاج إليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.